ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب الفتاوى أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين، فما وجه قوله؟ وهل هذا صحيح؟ وما الذي ينبني على ذلك؟ الأوراق النقدية هذه تعرفون أنها حدثت أخيرا وأنها لا تعرف فيما سبق، فاختلف العلماء في شأنها إلى 6 أقوال. فمنهم من يقول إنها مثل الثياب، لا يجري فيها الربا ولا تجب فيها الزكاة، وتعد عروض تجارة، إن قصد بها الإنسان تجارة فيه تجارة، وإن قصد بها النفقة فليس فيها شيء، لو يجثم عند الإنسان ملايين الملايين. ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به. ومنهم من قال إنه يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وأنه لا يجوز أن تأخذ ريال بريالين لا نقدا ولا مؤجلا، وهذا أيضا قول شديد. ومنهم من يقول إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة، فيجوز مثلا أن أشتري دولارا يساوي 4 ريالات ب5 ريالات، أو أن أبيعه ب3 ريالات، هو يساوي في السوق 4، لكن أنا محتاج له، فقلت لمن هو عنده أعطني الدولار ب4 ريالات، أو يساوي 4 وأنا محتاج للفلوس ولا وجدت من يشتريه إلا ب3 أبيعه، أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس حديد، فأعطاه الورقة فئة 10 وأخذ منه 9 فلا بأس، لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد. وهذا القول قول وسط بين المنع مطلقا وبين الإباحة مطلقا، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. يرى أن بيع هذه النقود بعض البعض لا بأس به متساويا ومتفاضلا، بشرط أن لا يكون مؤجلا. والشيخ رحمه الله بعد يتوسع أكثر مما قلت، يقول بشرط أن لا يكون مؤجلا، يعني فيجوز عنده أيضا أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدد بأجل، لكن ما ذكرته أنا هو الذي أختار، أنك إذا بعت ورقة من 10 ب9 ولم تقبض فإنه حرام ولا يجوز ولا يصح البيع، وإن قبض فلا بأس. نعم.